بصورة غامضة، الإعلان عن وفاة الشيخ القبلي والمؤتمري ياسر العواضي، تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. أعلن مسؤولون في الحكومة اليمنية اليوم الاثنين وفاة القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي، ونعى سلطان البركاني رئيس مجلس النواب في صفحته بالفيسبوك واصفا إياه بتلقيل الجمهورية دون ذكر سبب الوفاة المفاجئة. ولم تكشف الأسرة بعد أسباب الوفاة لياسر العواضي الذي يعد أحد المشايخ القبليين في البيضاء وعضو مجلس النواب عن المؤتمر، وانشق عن الحوثيين في يونيو من العام الماضي ويقيم في الرياض منذ أكثر من سنة، وتوفي في اليوم في القاهرة. ويعد الشيخ العواضي أحد القيادات المؤتمرية المقربة من الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وشارك معه في الانتفاضة التي تم إعلانها من العاصمة صنعاء في 2 ديسمبر 2017، والتي انتهت بمقتل الرئيس صالح وفرار العواضي إلى مسقط رأسه في البيضاء.